السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هفصل لكم النهاردة تفسير ورؤية البحر في المنام للمرأة المطلقة. رؤية البحر في المنام للمطلقة تعيد من الرؤية التي تثير الحيرة والخوف لدى المطلقة، ويجب أن نعرف تفسيره. إن رؤية البحر في المنام للمطلقة قد تحمل جانب إيجابي وجانب سلبي، وذلك يتوقف على الرموز التي تتواجد داخل الرؤية. في البداية يجب أن نشير إلى أن رؤية البحر في المنام للمرأة المطلقة أمر شائع، حيث أنه يرتبط بنسبة كبيرة بالحياة الواقعية الخاصة بها. أشار المفسرون إلى أن تفسير هذه الرؤية تختلف مع اختلاف حالة البحر، حيث أن البحر الهائج يختلف تفسيره عن البحر الهادي. بصورة عامة نجد أنه تم تفسير رؤية البحر في المنام بأنه يعيد مؤشر لحدوث تغيرات كبيرة في حياة المرأة المطلقة، ونجد أن رؤية المطلقة للبحر في المنام دلالة على نجاحها في الحياة العملية، كما أنه يدل على تمكن المرأة المطلقة من تحقيق أحلامها في الفترة القادمة. وذكر علماء التفسير في كتاب تفسير الأحلام أن رؤية المطلقة للبحر في المنام يعيد مؤشر لحدوث استقرار في الحياة الخاصة بها، كذلك نجد أنه دلالة على اقتراب موعد زواجها مرة أخرى. ويجب أن نشير إلى أن هذه الرؤية في المنام تشير إلى زواج المطلقة من رجل ذو منصب مرموق، كما أنه يتمتع بأخلاق حميدة. عندما ترى المرأة المطلقة أنها تقوم بممارسة رياضة السباحة في البحر دون وجود أي عائق، فهذا دلالة على انتهاء كافة الأزمات والعقبات التي تواجه المطلقة. ورؤية المطلقة للبحر الصافي الهادي في المنام دلالة على تغيير حالة المطلقة للأفضل، وأيضا نجد أنه مؤشر لتحسين الحالة النفسية للمطلقة وشعورها بالسعادة. أما في حالة رؤية المطلقة لمياه البحر وهي غير صافية، فهذا يشير إلى تعرض المطلقة للكثير من الأزمات في المستقبل. إن هدوء البحر في منام المرأة المطلقة دليل قوي على الرزق الواسع وقدوم الخير على حياة المطلقة. عند رؤية المطلقة للبحر مع وجود علامة تتعلق بأن زوجها السابق يغرق، فهذا الرؤية تشير إلى قوة المطلقة وقدرتها على تجاوز العديد من مواقف الحياة التي تتصف بالصعوبة. وأوضح علماء التفسير أن رؤية البحر الصافي في حالة المرأة المطلقة يعيد من الرؤية الجيدة، حيث أنه يشير إلى الحصول المطلقة إلى وظيفة جديدة ومرموقة. كما نجد أن في حالة رؤية المطلقة إنها تشرب من ماء البحر في المنام وكانت المياه نقية، فهذا دلالة على تمتع هذه المرأة بالعديد من الصفات الأخلاقية الجديدة. إذا رأت المطلقة إنها تقوم بمشاهدة البحر الصافي في المنام، فهذه الرؤية تشير إلى حصولها على جميع حقوقها المادية من زوجها السابق. وفي حالة رؤية المطلقة إنها تجلس أمام البحر في منامها، فهذا دلالة على عوض الله سبحانه وتعالى لها وحلول البركة على حياتها. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية البحر للمنام للمطلقة، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.